السبب الرئيسي لغلاء الأسعار الأراضي في السويس عدم وجود أراضي، والأراضي كلها السكنية بقت خارج كتلة السكانية. النهاردة أجار الشقة وصل 600 و700 جنيه، وطبعا الراجل اللي معوش خالص ما بقيش حتى يسكن في عشة، انما الراجل المقدر النهارده اللي في البترول او في هيئه قناه السويس او في تصنيع البترول، الناس دي المقدره بتشتري وبتقدر تدفع واللي جاب الكارثه في السويس الناس اللي بتشتغل في البترول. اسمعني، الناس اللي بتشتغل في البترول ده يا ريتها على العقارات بس، ده الاكل والشرب الفقير كانه برضو بيشتغل في البترول بيجيبه غالي. معظم الاراضي بتاعت السويس ورث، فمعظم الورثه مش موجودين في البلد، اللي مسافر في الخارج واللي عايش بره السويس. فدي مشكله ان الناس تتجمع مع بعض تاني بالنسبه لمعظم الاراضي، بالذات الاراضي المميزه اللي هي على طريق الجيش. جميع الجهات الرقابيه عارفه ان في تجار مخدرات وفي مافيا غسيل اموال بيعملوا هنا مشروعات لغسيل الاموال خاصه ببناء عقارات او معارض سيارات او غيرها. تفسر بايه ان ارض ثمنها لا يزيد ثمنها عن 100,000 جنيه او 200,000 جنيه تباع بمليون و3 مليون و4 مليون؟ تفسر بايه ان الشقه ثمنها الحقيقي 100,000 جنيه يشتروها هم بمليون جنيه؟ ده ملوش غير تفسير واحد.